سبحان الله ما شاء الله. دو كبيو دينا شريف روزہ مبارک مینار خوبصورت بلڈنگ بہت ہی خوبصورت جمعہ پڑھنے ہم جا رہے ہیں جی الحمد للہ خوبصورت بسیز اور دیکھیں سب سواری گزر رہی ہیں پیدل اور ان کو گزار کے پھر وہ گزر ہیں وسلم تسليما دائما ما ابصرت العيون الرياء والشعاع اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله تقوى من يرجو دار النعيم والقرار ويخاف دار الخزي والبوار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها المسلمون من الاخلاق العليه والشمائل السنيه والشيم المرضيه التواضع وترك الزهو والخيلاء والفخر والبذخ والتطاول على العباده تواضع اذا ما كان قدرك عاليا فان انتطاع المرء من شيم العقل تواضع اذا ما نلت في الناس رفعه فان رفيع القوم من يتواضع والتواضع دين الجاذب ولطافه القوم ومسالمه الناس وخفض جناح المؤمنين في غير منقصه ولا مسكنه ولا مهانه والتواضع مجلبه للموده والشرف والعلاء والتغطرف مدرجه للموت والبغض والعداء قال ابو حاتم ما استجلبت البغضه بمثل التكبر